بالأعلام والأغاني الوطنية احتفلت الجالية الفلسطينية في مصر بالذكرى 54 لانطلاق الثورة الفلسطينية، معلنين استمرارها في كل ربوع فلسطين والعالم أجمع. احنا بنقول انه فتح باقية، فتح صاحبة المشروع، فتح التي فتح الشرعية، فتح البوصلة الحقيقية لفلسطين، فتح هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني. القضية الفلسطينية ما تزال هي القضية المركزية، وهي على أجندة أولويات اهتمامنا كأمة عربية، وستبقى هذه القضية محور نضالنا ومحور جهودنا لحين تحقيق الاستقلال الكامل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية إن شاء الله. تمنى الفلسطينيون المشاركون في الحفل أن يكون العام الجديد عام الحرية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الاحتفالية دي بنقدم كل ما عندنا للأطفال، تفاعلنا، دبكتنا، تراثنا، غنانا، انفعالنا معهم، كل ده بنوصله للأطفال عشان يبقى عارفين قضيتهم وعارفين إن فلسطين لنا حق العودة وإن إحنا في يوم من الأيام هنرجع بلدنا. ذكرى سنوية تذكر الشعب العربي والشعب الفلسطيني وأبناء الشعب الفلسطيني بحق العودة وأننا موجودون. الحفل لم يقتصر فقط على فرق موسيقية فلسطينية، بل غنت فيه فرق مصرية بأغاني فلسطينية ألهبت حماس الحضور. تمر الذكرى 54 لانطلاق حركة فتح، وهي مثقلة بالأزمات ما بين اعتبار أمريكي للقدس عاصمة لدولة الاحتلال وحراك شعبي يحاول الفلسطينيون من خلاله رد وطنهم إليهم. كريم شيخ الغد، القاهرة.